إدارة المركبات. المركبة المدرعة تمساح 6 وتعتبر أحدث ناقلة جند، تم تصميمها وتصنيعها محليا بأيادي مصرية بالقوات المسلحة، وهي مركبة رباعية الدفع. يتكون طاقمها من 9 أفراد توفر لهم حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى 7 وأعلى مستوى حماية ضد الألغام والمتفجرات. المركبة مدمج عليها منظومة مراقبة 360 درجة، ويمكن تسليحها بعدة أنظمة تسليحية مختلفة. المركبة المدرعة تمساح 5، وهي من أحدث المركبات المدرعة الخفيفة التي تم تصنيعها محليا بالقوات المسلحة، والمركبة رباعية الدفع. يتكون طاقمها من 4 أفراد توفر لهم حماية حتى المستوى 6. تتميز المركبة بالسرعة وخفة الحركة، ويمكن استخدامها كدورية للقوات الخاصة. المركبة المدرعة تمساح 4، ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها محليا بالقوات المسلحة، وهي مركبة رباعية الدفع. يتكون طاقمها من 8 أفراد توفر لهم حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى 6 وحماية عالية ضد الألغام والمتفجرات. المركبة تتميز بإمكانية فصل الكبسولة الخلفية وتركيب تسليح مختلف طبقا للاحتياجات، وقد تم اختبار المركبة واشتراقها بالمعارض الخارجية الدولية. المركبة المدرعة تمساح 3، هي مركبة مدرعة تكتيكية تم إنتاجها محليا بالتعاون مع شركة AM General الأمريكية، وتتميز بانخفاض تكلفة التصنيع عن مثيلتها العالمية بمقدار 40%، ويتكون طاقمها من 6 أفراد متميزة عن البديل الأجنبي، والذي يتكون طاقمه من 4 أفراد فقط. توفر المركبة حماية للطاقم حتى المستوى 6، وقدرة عالية على عبور جميع أنواع الأراضي، والمركبة مدمج عليها منصة إطلاق آلية. المركبة المدرعة شربة المصرية، هي ناقلة جند مدرعة تم تصميمها وتصنيعها محليا بالقوات المسلحة بالاشتراك مع شركة أركوس الفرنسية، ويتميز التصميم المصري عن الأجنبي في عدة جوانب، مثل انخفاض تكلفة التصنيع وزيادة عدد أفراد الطاقم والمساحات الخاصة بالتجهيزات المختلفة. يتكون طاقم المركبة من 6 أفراد توفر لهم المركبة حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى 6. إدارة الإشارة، ناقلة معدات إشارية محمل عليها محطات لاسلكية حديثة، ومنها المحطة TRC 3700، مزودة بخاصية القفز الترددي والتشفير الذاتي لتلبية مطالب آلية القيادة والسيطرة. محطة الأقمار الصناعية المنقولة تعمل مع التشكيلات التعبوية والتشكيلات. محطة الأقمار الصناعية المحمولة على الظهر تعمل مع القوات الخاصة وحرس الحدود. العقدة التكتيكية لتوفير القنوات الإشارية للتشكيلات والوحدات للربط مع باقي أنظمة الاتصالات الحديثة. محطة اتصال بالأقمار الصناعية OTP محملة على مركبة أورال ذاتية التوجيه، تفتح مع القمر الصناعي المصري للاتصالات TIBA 1، وتعمل من الثبات لدعم مراكز القيادة والسيطرة للتشكيلات التعبوية والتشكيلات، ولها القدرة على مقاومة الإعاقة المعادية، كما تعمل مع الأنظمة الإشارية الحديثة بمهمة التأمين الإشاري وتوفير قنوات الاتصال، هاتف ونقل بيانات بسرعات عالية. محطة تعبوي تكتيكي مجهزة ضد تأثير النبضة الكهرومغناطيسية، هي وسيلة المواصلات الرئيسية على المستوى التعبوي والتكتيكي، تم تصميمها للحماية ضد تأثير النبضة الكهرومغناطيسية على أجهزة الاتصالات بتصنيع كابينة ذات مواصفات خاصة محكمة الغلق ومجموعة من المرشحات لامتصاص النبضة. تم التصميم والتنفيذ بواسطة إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بالتعاون مع إدارة الإشارة، والتي وفرت أكثر من 50% من التكلفة عن مثيلتها المدبرة من الخارج. شيلتر، محطة محمول عسكري ميداني بمهمة توفير التغطية لشبكة المحمول العسكري، يوفر خدمات الهاتف ونقل البيانات والفيديو لدعم التشكيلات التعبوية والتشكيلات
كوسيلة مواصلات إضافية لتوفير التغطية المحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. تم تصميمه وتنفيذه بأيادي مصرية بنسبة 100%، موفرا بذلك أكثر من 60% من التكلفة المالية عن مثيله المدبر من الخارج.